وصلنا لدور 13 زي ما احنا شايفين. في كل دور عندنا شقتين أمامية زائدا مصعدين في كل بناية، بالإضافة إلى شقة خلفية. تعالوا مع بعض نشوف الشقة هذه، شقة رقم 36، 4 غرف صالة، مساحتها 215 متر مربع. أول ما نخش بنشوف عندنا قدامنا الموزع، يسارنا الصالة. الصالة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 5×6 مساحة الصالة، يعني مساحة كبيرة. بالإضافة إلى الواجهة الأمامية اللي احنا شايفينها، هذه واجهة أمامية زجاجية، هذه ميزة ما هي موجودة في أغلبية الشقق. إطلالة الصالة على المجمع، منطقة كاشستو معروفة أنها منطقة حيوية، بالإضافة إلى الخدمات الموجودة حوالين المجمع، سوبر ماركت قريب من المجمع، مسجد بجوار المجمع، بالإضافة إلى المواصلات اللي بتجي على باب المجمع. مدخل البلكونة من هنا، البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، تعتبر كغرفة. وإطلالة البلكونة إطلالة على البحر وإطلالة على الطبيعة، إطلالة رائعة جدا، إطلالة الطبيعة والإطلالة المميزة على البحر. المميزات الموجودة في المجمع جلسات عائلية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى المواقف للسيارات، مواقف مفتوحة، والمسطحات الخضراء. بلكونة كبيرة نقدر نغطيها بالزجاج فتصير غرفة خامسة، يعني 4 غرف زائد غرفة نقدر نقول. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة نيجي هنا على اليسار المطبخ. المطبخ مجهز ما شاء الله تبارك الله بدواليب وألوان راقية وهادية ما شاء الله تبارك الله، عندنا اللون الجري بالإضافة إلى الدواليب الفخمة، ومساحة المطبخ مساحة كبيرة، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، الغرفة هذه كمان تقريبا نقدر نقول مساحتها تقريبا 4×5، يعني مساحة كبيرة للغرفة، جيدة ما شاء الله تبارك الله. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على اليمين، وانتم بكرامة دورة مياه أولى بنظام عربي. مقابل دورة المياه هذه عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية هذه لها بلكونة مناسبة لها، البلكونة هذه إطلالتها على الطبيعة من الجنب، إطلالة رائعة على الطبيعة، وعندنا إطلالة جزئية على البحر من بين البنايات. نطلع من الغرفة الثانية نتوجه إلى الحمام الرئيسي وأنتم بكرامة. الحمام الرئيسي التابع للشقة المروج بنظام جاكوزي، ومساحة الحمام مساحة دورة المياه مساحة كبيرة ما شاء الله، يعني الشقة ككل نقدر نقول شقة رائعة جدا بمساحة كبيرة. عندنا الغرفة الثالثة، مساحة الغرفة أيضا مساحة جيدة. ونجي أخيرا هنا على غرفة الماستر، غرفة الماستر ما شاء الله تبارك الله مساحة الغرفة هذه كبيرة، عندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها سرير ونوزع الأثاث زي ما نبغى احنا، ونحط المنطقة هذه التسريحة والكومودينات، والمنطقة الداخلية هذه منطقة تغيير الملابس، الغرفة التابعة لتغيير الملابس اللي هو الدريسنج روم، نحط الدواليب الخاصة في الدريسنج روم هنا. داخل الدريسنج روم عندنا حمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية وانتم بكرامة، حمام متكامل بمروش وكلوزت ومغسلة، شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم الشقة هذه في منطقة كاشستو. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.